للمزيد حول أوضاع العراق في احتفال العالم باليوم العالمي لمناهضة الإفلات من العقاب ينضم إلينا عبر الهاتف من واشنطن رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات الأستاذ كامل حسني. أستاذ كامل بداية مرحبا بك. يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي لمناهضة الإفلات من العقاب في ظل حالة من الانفلات الأمني المؤسسي يعني يشهده العراق. لعل المقدادية يعني خير شاهد على ذلك. إلى أي مدى تعتقد أن الجناء ربما يعني المعروفون بشهادة الشهود وكذلك شهادة الضحايا إلى أي مدى تعتقد أنهم سيلاحقون كما وعد الكاظمي؟ لا يعني لا صدق بهذه الوعود، وكل العراقيين جربوا والعالم أجمع على أن وعود الحكومة هواء في شبك. يعني الحكومة جرى محاصرتها قبل أيام على متهم بأدلة الحكومة ذكرت بأنها جمعت عليه كامل الأدلة ومعها القضاء، ثم القضاء نفسه رتب له يعني زور له دليل براءة وأخرجه بالنسبة للمتهم المفرز عليه قاسم مصلح، وكذلك الكثير بما فيهم هذا المسكين الصحفي البصري الذي تم قتله، وسجلت ضد واحد من نفايات العصابات، وأخفي كل الملفات المتعلقة بالجهات المتورطة بالتصدي للصحفيين وتصفيتهم. هذا السلاح المنفلت الذي يؤرق العراقيين هو مسؤول عن كل الجرائم المرتكبة في العراق، هل يجد صدى لدى رؤساء الحكومات المتعاقبة منذ الاحتلال وحتى اليوم هذا السلاح المنفلت؟ يعني في ظل وعود متكررة، وعود دائما تتكرر ب يعني تحديد هذا السلاح او السيطره عليه من قبل الدوله. لا غير ممكن سيطرة عليه بسبب انه القضاء يرفض تطبيق قانون الاسلحه. عندنا بالعراق كان عندنا قانون شديد، قانون الاسلحه من اقصى القوانين بالشرق الاوسط. يعني انا كنت ضابط 11 سنه في الخدمه وكنت احمل مسدس شخصي تركته في الخزانة الدائرة العسكرية، وللقيود بتداول السلاح حتى لا تعرض إلى مشكلة، وسلمته بعد ما شرحت الخدمة العسكرية. تتخيل المدني كيف كان يمكن أن يتداول الأسلحة في النظام السابق. إحنا هنا في المثنى جمعنا كل الأسلحة بعد الحرب مع الكويت وسلمناها للسلطات لأنه الخوف من الحساب، كان هناك حساب والقضاء صارم يطبق قانون الأسلحة بصرامة، أما الآن القضاء نفسه يشتري سلاح من الشارع، واللجنة الأمنية تشتري سلاح من الشارع لجنة التجار، وإنما هم مهربين وسراق الأسلحة، وهذه العملية ستستمر. يعني هذا الريسايكل يستمر، اللجنة الأمنية تبيع السلاح من الشارع والشارع يبيعها للجنة الأمنية مرة ثانية والقضائية والدوائر الرسمية، ويستمر تجارة السلاح. والآن أصبحت يعني حتى الميليشيات تحمل السلاح والعصابات علانية. في هذه الحالة يعني كيف توصف يعني موقف الحكومة؟ هل هو تقاعس الحكومات المتعاقبة في ملاحقة الجناة بجرائم كثيرة ارتكبت ضد الصحفيين وكذلك ضد الناشطين؟ هل هو ضعف أم تواطؤ أم كيف تصفه؟ يعني هو ضعف وتواطؤ من تورط. يعني كل الأجهزة الأمنية والعسكرية وحتى القضاء متورط بكل هذا الإجرام الجاري، ولهذا يعني كل واحد يريد أن يحاسب يخرجوا له ملفات أشكال الملفات. الآن الأمور تجري بالقضاء والقدر، لا يوجد ضابط دستوري ولا ضابط قانوني ولا ضابط أصولي قضائي ولا أخلاقي. أنت عندك نفوذ تنفذ من المحاسبة، أنت بلا نفوذ تحاسب حتى إذا كنت بريئا. في المقابل العديد يرى أن سياسة الإفلات من العقاب يعني هي التي أوصلت الأمور في العراق إلى هذا الحد وجعلت الميليشيات تتمادى، وبالتالي هذا الفوضى الذي يعانيه العراق. هل ترى أستاذ أن أي حكومة قادمة ولو من خارج العملية السياسية الحالية هل تراها قادرة على الإمساك بزمام الأمور طالما بقي السلاح بيد الميليشيات؟ لا
بالتأكيد إنه يعني مثل ما جربنا وشفنا وتابعنا يعني ابن الصدر وميليشياته وجيش المهدي والاقتتال الطائفي الذي خلقه والتجاوزات على مشروع التحرير والتغيير بالعراق، هو أصبح الآن بطل وطني وديني، والآن هو يملك مقدرات الدولة وتشكيل الحكومة القادمة، فكيف نقنع الآخرين بالضبط والربط بموضوع السلاح وموضوع احترام القوانين إذا هذا النموذج التطرفي الإرهابي الجاهلي وصل إلى أنه يمسك الآن زمام المبادرة في مجلس النواب وتشكيل الحكومة وكل السلطات؟ نعم، عبر الهاتف من واشنطن رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات الأستاذ كامل الحساني، شكرا جزيلا لك.